السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 19. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله، يلا بسم الله. choose the correct answer. طيب the A has no، ما عندوش، has no يعني ما عندوش vertices, no edges and no flat faces. مين هو السوليد اللي ما عندوش اي حاجة في اي حاجة؟ sphere. solid بس ما عندوش vertices ولا عنده edges ولا عنده faces، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك the A has only one pair of parallel sides. مين الشيب؟ تمام، هنا كنت بقول لك solid، لكن هنا بقول لك مين الشيب اللي عنده only one pair. خد بالك عشان ده مفتاح السؤال، one pair of parallel sides. بص كده الشيب اللي عامل كده، ترابيزيوم، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك the A has five sides. مين هو الشيب او بسميه ايه الشيب اللي بيكون عنده five sides؟ بسميه بنتاجون. بنتاجون five sides يبقى بنتاجون، احفظ five sides يبقى بنتاجون. ولو قلت لك six sides هتقول لي hexagon، ولو قلت لك four sides هتقول لي quadrilateral. تاني five sides، بص بنتاجون عنده five sides، quadrilateral عنده four sides، hexagon عنده six sides، احفظهم بينزل كتير في الامتحان طبعا. اما triangle انت عارف انه عنده three sides، تمام؟ طيب the A has 12 edges, 8 vertices and 6 square faces. 6 square faces او كده خلاص بقى كيوب هو اللي عنده. كل each face has the form of the square، وهو عنده 6 faces وكلهم اخدين شكل square، تمام؟ بعد كده بيقول لك 3 days equals how many hours. يا ميس انا عارف ان 1 day 24 hours، لما يسألني على 3 days يبقى هاخد 3 multiplied by 24 وشوف الكلام ده equals ايه. 3 by 4 equals 12, 2 and carry 1 up. 3 by 2 equals 6, 6 plus 1 يبقى 7، معايا 72 hours. 72 ايه؟ hours اهم. سيبك من الون اللي انا كنت هحطه هنا ده، ماشي؟ بعد كده which of the following is equivalent to 3 over 7. مين من الفراكشنز اللي قدامك لما تشوف كلمة equivalent معناها equal ل 3 over 7؟ طيب تعال نبص. اولا الفراكشن اللي قدامي دي proper fraction، 3 over 7 اهي proper fraction، ما ينفعش تبقى mixed، مش هينفع، فده مرفوض. طيب 3 ينفع تبقى 13؟ ما عنديش حاجة اعمل لها multiply by 3 توصلها ل 13، برضو ده مش هينفع. 3 ينفع تبقى 9؟ اه 3 by 3 equals 9. طب انزل على 7، 7 by 3 ب 21، اه هو ده. يبقى 9 over 21 equivalent equal 3 over 7، تمام كده؟ كده خلصنا السؤال الايه؟ الاول. تعالى ننزل على السؤال التاني. complete the following. طيب هنا بيقول لك the cylinder has how many circular bases. لما يكلمك على السيلندر بص كده الرسمه بتاعتها اهي، عندها how many circular bases، ادي 1 وادي 1، يبقى عندها ايه؟ عندها 2، عندها 2، متفقين؟ طيب the A has 5 faces and 8 edges. 5 faces and 8 edges. اه يا ميس دوت اسمه square pyramid. square pyramid. وساعات بنقول عليه square based pyramid. تمام؟ طيب بعد كده معايا 4 over 7.
multiply by 6 الكلام ده equals 8 over 7 multiply by what؟ الأسئلة دي مهمة قوي، السؤال ده مهم قوي يا شباب. هو هنا بيتكلم معاك على equal expressions، equal expressions تمام؟ طيب بص كده الدينومينيتور مش بيتغير، ال 7 نزلت 7، ال 4 بقت 8، حصل ايه لل 4 عشان تبقى 8؟ حصل لها multiply by 2. شايف ال 6 دي؟ اه، هو فكر فيها انها 2 multiplied by 3، 2 multiplied by ايه؟ by 3، فخد ال 4 by 2 راح كاتب لك 8 over 7، 4 by 2 equals 8 over وال 7 نزلها لك. متفضل لك multiply by ايه؟ متفضل لي 3 بقى دي، اللي هو فكر ان ال 6 2 by 3. متفقين؟ يبقى النمبر اللي ناقص قدامك 3 equal expressions تمام؟ طيب بعد كده معاك بيقول لك if 2 and 1 over 2 minus k الكلام ده equals 3 over 4 then k equals a. انا عايز الفاليو بتاعت k، اجيبها ازاي؟ يميس هاخد 2 and 1 over 2 minus 3 over 4، هوصل للفاليو بتاعت k. تعالى نعملها على جنب هنا، 2 and 1 over 2 minus 3 over 4. طبعا unlike denominator دي اول حاجة، زبط لي الدينومينيتور، الفور مالتبل للتو، يبقى هينفع اخلي الدينومينيتور هنا ايه؟ فور، يبقى الكلام ده ايكوال، التو نزلت تو اهو والدينومينيتور بقى فور اهو، التو بقت فور، يعني حصل لها ملتبلاي باي تو، اطلع على الوان باي تو ايكوالز تو ماينس ثري اوفر فور، الكلام ده ايكوال. تو اوفر فور ماينس ثري اوفر فور مش هينفع، هعمل ريجروب بقى، هعمل ريجروب، تو اند تو اوفر فور دي هتبقى وان، بص كده هفكر ان تو وان بلس وان، وان نزل، والوان التانية هفكر فيها انها 4 over 4 وهجمعها على 2 over 4، 4 over 4 plus 2 over 4 يعني 6 over 4 minus 3 over 4. كمل السؤال بتاعك، fraction minus fraction، ال 4 نزلت اهي في الدينومينيتور، 6 minus 3 equals 3 1، ومفيش حاجة هنا اطرحها منها، فنزل قدامي 1 and 3 over ايه 4، 1 and 3 over 4 تمام كده. يبقى جبنا الفاليو بتاعت ايه؟ بتاعت كي. طيب بعد كده بيقول لك the area of the rectangle of dimensions 1 over 4 centimeter and 1 over 3 centimeter is ايه؟ عايز area of rectangle، area يعني length multiplied by width، يعني هتاخد 1 over 4 multiplied by 1 over 3. واضح جدا ان مفيش اي حاجة تعمل لها simple phi، يبقى numerator by numerator denominator by denominator 1 by 1 equals 1 over 4 by 3 يعني 12، طلع قدامي 1 over 12. اليونت بتاعتك انا بجيب area، يبقى هتطلع بسكوير سنتيمتر، هو كاتب لي هنا الدايمنشنز بالسنتيمتر، اجيب انا الاريا بسكوير سنتيمتر، سكوير سنتيمتر. متفقين؟ بعد كده بيقول لك the cuboid has how many cube؟ كيوبيد اللي قدامك ده بيتكون من كام كيوب؟ عد معايا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، عنده 8 small cubes. متفقين؟ بعد كده بيقول لك the number of vertices of cone is a، بس كده الكون بتاعتك عامله كده، عندها only a 1 vertex، كون عندها only one vertex تمام. طيب بعد كده بيقول لك circle the solid figure that match the given data، اعمل لي circle على السوليد اللي بيحقق لي المعلومة اللي هيقولها دي. طيب shapes with 6 faces and 12 edges، مين هي الشيبس اللي قدامك اللي عندها 6 faces وعندها 12 ايجس؟ خد بالك المعلومتين دول سمعناهم عند 2 سوليدز اللي هما كيوبويد وكيوب، عندهم 6 فيسز وعندهم 12 ايج. متفقين؟ بعد كده بيقول لك شيبس with 0 ايج and 0 vertices، ما عندوش ايجس وما عندوش vertices. طبعا السوليد اللي ما عندوش ايج ولا عنده vertices sphere ما عندهاش ايجز
وما عندهاش فيرتسيز كمان سلندر، ما عندهاش ايجيس وما عندهاش فيرتسيز. متفقين كده؟ خلصنا الشيت بتاعنا. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.